انا عمر خالد بلعب ستريت وركاوت. الستريت ورك اوت تاريخها انها بدات الاول في روسيا، بداوا يشوفوا طريقه جديده غير الجيم ان هم يتمرنوا في الحدائق العامه، فمن هنا بداوا يخترعوا حركات ويخترعوا كذا طريقه في اللعب. من هنا بدات تنشا اللعبه، نقلت لاوكرانيا والبلاد اللي حواليها، بعد كده بدات تنتشر في بلاد كتيره لحد ما وصلت لنا هنا من حوالي سنتين. انا ابتديت اتمرن ستريت ورك اوت في مكان فاضي تحت البيت، عملت فيه عقله، بدات اتمرن العقله العاديه والضغط العادي لحد ما واحده واحده بدات اجيب الحركات. بعد كده الامكانيات بتاعه المكان بقت امكانيات انا اعلى منها، ففكرت ان انا ممكن نعمل مكان تاني مجهز زي اللي بشوفه في الفيديوهات للناس اللي بره. فكان عندنا الارض دي، ابتدينا ننظفها، ابتدينا نسويها، عملت الديزاين اللي هيبقى فيها، بدانا نشتري الحديد ونقطعه ونركبه في الارض. كل الحاجات دي طبعا والدي هو اللي ساعدنا فيها، التقطيع ونقل الحديد والكلام ده كله. بعد ما عملناها بدانا بقى نتمرن فيها، وبدانا نعلن عن اننا بنمرن هنا، نعرف الناس عن اللعبه، وبدا عدد كبير يجي يتمرن معانا. من سنة ونص عملت فريق بار فيروز مكون من 5 أشخاص، هدفنا إننا ننافس ونعلي مستوى اللعبة في مصر. بدايتي مع اللعبة بدأت مع عرفتها عن طريق عمر، هو كان لعبها بعد فترة لقيته بيجيب حركات فيها وبيتقدم بسرعة، حبيت إن أنا ألعبها معاه. إحنا عملنا فريق بار فيروز وعملناه عشان ننافس بيه، وإن شاء الله نوصل لبطولة عالمية. انا حلمي ان اللعبه تتشير في مصر ويبقى لها اتحاد والمستوى يعلى في مصر والناس تعرفها ونبتدي ننافس الناس اللي بره.
واو. ايه رايك بقى في الستريت ورك اوت؟ فانتاستيك. طبعا انا عايز اقول لك على حاجه، انا مبسوط جدا من الموضوع ده لان انا يعني بحب الموضوع ده جدا. وكان انت كنت بتعمل كابويرا؟ انا بعمل كنت ترقص كابويرا وبتعمل انت عارف ان انا عندي انترست في فري راننج كمان. يعني بري ماتش كل الشغل اللي هو بيعملوه وعجبني جدا موضوع بس ده مش فري راننج، ده فري راننج. لا لا صدقني فري راننج هو لا، هي المرحله اللي قبل فري راننج. صدقني انت بس اقول لك على حاجه، فري راننج حاجه ثانيه غير. بس هقول لك على حاجه، هنا في بريطانيا او في لندن اللي هم بيطلعوا هتلاقي واحد بينط لك من هنا بينزل على الارض بيطلع على مكان ثاني بينط عمال ينط من هنا لهنا لهنا. كلام جميل. ده كله عباره عن مكان، بتلاقي هي المكان بالظبط زي ما هو المكان ده معمول. بس التقسيمه اللي فيه الحديد اللي فيه ده بنفس المساحه المعينه دي، وفي حديد واخد اشكال. طب انا عايز اقول لك على حاجه، قول لي ايه اللي بيعملوه هنا مش موجود في الفري ران؟ لا اصل انت الفري ران انت بتجري وبتنط من مكان لمكان، هو هنا ما بينطش، وهنا كل اعتماده كله على على العصب بتاعه. وعلى الدوي هاو هي جونا هاو هي بيرفورم. يعني بالظبط ان هو بيتحرك زي من هنا. الجيم ده هو مش جيم بس هو يسموها ورك اوت. ليه؟ لان اتس مور لما هو انت تشوفه بيلعب ضغط مثلا عليها، واقف بجسمه كله عليها، بتلاقيه ماسك بايد واحده مثلا، واحد تاني شايل رجله ماسكها من تحت. بص احنا نسيبنا موضوع فري رانين، وات ايفر الناس دي بيعملوه هو كويس جدا، انا مبسوط بيه. انت عارف اكتر حاجه عجباني في الموضوع ايه؟ نفسه ان ابو عمر يعني شفت لما عمر قال لك ان هو لما بيعمل بيتمرن تحت البيت حاجه كده، فوالده لما شاف ان هو حابب ان هو الموضوع ده لا جاب له، قال لك عندنا حته ارض فاضيه فجبناها سويناها، ابوه جاب له الحديد ونزلوا عملوه وبدا يتمرن فيه. احنا زي الناس اللي اقول لك على حاجه، احنا في مصر دايما بيحصل العكس، ما بيحصلش تشجيع. يعني مثلا نازل تلعب ما تركز في مذاكرتك ومش عارف ايه، ما بتاخدش كده. بس ابو عمر لايك شيل له القبعه. بس هم ان هم عملوا حاجه جديده، بيحاولوا يدخلوا موضه جديده في مصر. انا عجبني الموضوع جدا. هو كمان زي ما بقول اللعبه اصلا داخله مصر بقالها سنتين، يعني حتى ما فيش اصلا تقريبا هو نفسه يكون في اتحاد للعبه، نفسه يكون في حد بيهتم بيها ان هي تنتشر اكتر في مصر، لان الناس معظم بياخدوها ان هو ايه دي ناس في الشارع. اقول لك على حاجه، انا كل اللعب بدات كده اصلا، بدات بناس كده. ويعني الكره الاول ما جت عن طريق واحد بيلعبوا بدماغ ملك، وبعد كده اصبح الموضوع. فاهم حاجه فيهم هم ان هم متشجعين جدا، اجسامهم كويسه، باين ان هم بيتمرنوا، باين ان هم بيعملوا عندهم باشن، وان هم جمعوا بعضيهم بدل في اي حاجه وحشه ما بتحصل او مثلا كده اهوت يروحوا يعملوا حاجه غلط. لا ويل دان وحاجه جديده. بس طب يلا بقى عشان الجو برد. طب اقول لك على حاجه، بس ده فري رانين يا عم مش فري رانين والله فري رانين يا عم مش فري رانين. طب اقول لك على حاجه، انا اللي جايبك. طب هقول لك على حاجه، ماشي اهلا وسهلا. بقول لك فري رانين يبقى فري رانين. انت اللي جايبني بفوتك فيا. طب بقول لك فري رانين يبقى فري. طب اقول لك على حاجه، بص يا عم قلت لك فري رانين يا عم هزقك. لا ده كده انت بتهزر. وده ايه يعني؟ انا ممكن انزل لك على السلم بسرعه كده واقول لك ده ايه. ده ايه؟ جيم. طب انزل لك اعمل لك ضغط مثلا كده. اهلا وسهلا. يلا يا عم رن. يلا عمري 24 سنة من رام الله فلسطين. درست إعلام جامعة بيرزيت، وإلي 10 سنين برقص مع سرية رام الله الأولى. بلشت معهم كراقصة دبكة، وبعدين بس أجا الرقص المعاصر على فلسطين، حولت للرقص المعاصر لأنه عجبتني فكرة الرقص المعاصر وكيف الواحد بيقدر يعبر عن حاله من خلالها. الرقص المعاصر هي مجموعة حركات بتجمعيها مع بعض أو ما بتجمعيها مع بعض، حركة واحدة بتقدر تعبر فيها من خلالها عن موضوع معين أو فكرة معينة. فأي حركة بتقدر تعبري للناس، توصلي للناس للجمهور فكرة معينة اسمها رقص معاصر بالنسبة لي. زي بتقدر تعملي مثلا هاي الحركة بس انت بالنسبة لك بتعني او بتوصل اشي لجمهورك، فهي رقص معاصر. مش ضروري الواحد
ينط بالهواء يلف 4 لفات بالهواء عشان يقدر يرقص معاصر. المهم انك توصل فكره معينه، عشان هيك هو سموه معاصر حر، بما معناه انه الواحد بيقدر يعمل اي شيء بده اياه، المهم الفكره انها توصل للناس. في رسالة مختلفة احنا وصلنا، يعني اي رسالة انت حابة توصليها للناس تقدر توصليها من خلال الرأس. احنا منوصل رسائل اجتماعية اقتصادية سياسية مرات من خلال الرأس، وبتكون مختلفة عن التانية. ما في رسالة معينة منوصلها. فلسطين جديد بالعالم العربي موجود يعني، بس متفاوت من بلد للتاني. فلسطين جديد بس عم بصير أكتر، الناس عم تتعود عليه أكتر، وهذا إشي كتير منيح. عم بتزايد عدد الراقصين عنا، فبظن إنه هو في تطور، مش كتير سريع بس في تطور. أرقص دبكة، بس المشكلة ما بتقدر تعبري عن كتير إشياء من خلال الدبكة. والدبكة لازم تطلع على المسرح تكون مبسوطة بين أسنانك تبسط الناس. أما الرقص المعاصر أنا عندي مشكلة إنه أعبر عن حالي، جد أنا ما بعرف كتير أحكي. فالرقص المعاصر بالنسبة إلي كوسيلة إنه أقدر أعبر عن حالي من خلالها، فهذا الإشي حبيته في الرقص المعاصر، عشان هيك كملت فيه ورح أكمل فيه ورح أدرسه بالمستقبل، عشان أقدر أعبر عن حالي أكتر وأوصل رسالتي أكتر للناس. المهم تكوني حالك أنت، لأنه أنت الإشي اللي بدك تطلعيه من جواتك، فكوني حالك تقدر توصل الرسالة. أدرب بالسرية، كنت أدرب بالسرية، هلأ عم بعرض في أوروبا عرض اسمه بتكة. بتكة هو عكس دبكة. من خلال إحنا أخذنا بس روح الدبكة وحطيناها بحركات معاصر، وعملنا عرض، وإحنا 10 راقصين من فلسطين، وإلنا 2 سنين عم نعرض في أوروبا وبفلسطين هذا العرض.